أما فيما يتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة المهربة إلى الخارج، فقد تم اعتماد مقاربة شاملة للتكفل بهذا الملف من خلال وضع آلية تنسيق على أعلى مستوى، كما تمت مباشرة جملة من إجراءات مع الدول التي هربت إليها الأموال في إطار تفعيل الأدوات القانونية المتاحة في إطار الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. فضلاً عن ذلك، فلقد تم تفعيل جملة آليات ومبادرات التعاون في إطار منظمات دولية متخصصة من أجل تتبع هذه الأملاك وتحديد مكانها وتبادل المعلومات الخاصة بها. وفيما يتعلق بآلية التسوية الودية لاسترجاع الأملاك المنهوبة المهربة إلى الخارج، فهي آلية أثبتت نجاعتها. أقول وفيما يتعلق بآلية التسوية الودية لاسترجاع الأموال المنهوبة المهربة إلى الخارج، فهي آلية أثبتت نجاعتها في العديد من الدول، وتعتبر بمثابة ممارسات مثلى وفعالة في مجال مكافحة الفساد، وهي لا تتعلق بالأشخاص الطبيعيين المتورطين ولا تمس بالعقوبات المسلطة عليهم، بل تخص الأشخاص المعنويين أي الشركات الأجنبية.